السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة على الجميع يا رب إن شاء الله. هنبدأ النهاردة محاضرة جديدة في برنامج باوربوينت. إحنا ممكن نكون طولنا في الباوربوينت، بس يعني في أفكار كتيرة في الباوربوينت إحنا هناخدها، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هنخلصها مع بعض. طيب، أتمنى إن برضو أنا عايز اللي عنده أي مشكلة في برنامج الوورد أو الإكسل أو الباوربوينت، التلات برامج دول هنخليهم المحاضرة اللي جاية. كل واحد يبعت لي الأسئلة اللي هي واقفة معاه علشان نراجع عليهم كلهم إن شاء الله المحاضرة القادمة. في بعض التريكات اللي في برنامج الوورد والباور والإكسل برضه هنشرحها في المحاضرة اللي جاية، فهتكون مراجعة شاملة على الثلاث برامج. أهم الثلاث برامج عندي أو البرامج الأساسية اللي أنا بستخدمه في كل شغلي، الوورد، الباوربوينت، الإكسل. إن شاء الله بإذن الله هندخل في برنامج الأكسس. هتكون بدايتنا في برنامج الأكسس. بداية من برنامج الأكسس وباقي البرامج، هتلاقي إن أغلب برنامج، أكتر برنامج هياخد معانا وقت هيبقى الأكسس، مثلا حدود 3 محاضرات أو 4، أو مثلا ممكن يبقى 5 يعني لو طولنا فيه شوية. باقي البرامج إن شاء الله مش هياخدوا وقت معانا، كل برنامج محاضرة أو 2، لأن البرامج التانية سهلة وبسيطة يعني إن شاء الله. تمام، وإن شاء الله بإذن الله في نهاية الدبلومة هيبقى في مفاجأة ليكم. إحنا عارفين إحنا طولنا عليكم، بس يعني كان لازم إن إحنا ناخد دبلومة كويسة ودبلومة محترمة ودبلومة فعلا تفيد الناس فيما بعد كده. طيب، نبدأ إن شاء الله محاضرة اليوم. أشكرك يا هندسة، أشكرك يا هندسة. طيب، نبدأ. كنا أخدنا في الباوربوينت لحد الآن، عملنا رسوم متحركة أنيميشن، عملنا برضو رسم تاني متحرك أنيميشن، وعملنا العد التنازلي، وعملنا الإنترو، وعملنا طريقة ازاي ادمج فيديوين، او ازاي ان انا اقلل اقطع جزء من الفيديو. كنا صممنا مع بعض شخصية كرتونية، كنا عملنا لعبة مع بعض شيقة، وعملنا اللي هو الانفوجرافيك. هناخد مع بعض حاجة بسيطة كده ونبدأ بيها ولذيذة، اللي هو ازاي اعمل طريقة عمل تأثير اليد بالطباشير على السبورة. طيب، اول حاجة انا علشان اعمل حاجة زي كده لازم على الاقل يكون معايا نوع خط من فوق، نوع خط اللي هو عامل زي نوع خط الطباشير. طيب، علشان اجيب نوع الخط ده يعمل ايه؟ لازم انزل خط من الانترنت. تمام، طيب احنا هنا اهو، دي كلها خطوط انا بستعملها للطباشير، خطوط اللي هي الرقعة، خطوط الطباشير. ابعت لكم ان شاء الله الملف ده بحيث ان انتوا تحملوه ان شاء الله باذن الله وتشتغلوا على التاسك. تمام، بداية كده مثلا انا عندي خط زي ده، او اي خط مش شرط خطوط الطباشير، عايز اثبتها على برامج الاوفيس اللي عندي، بعمل ايه؟ بفتحها الأول، بفتحها أهو كده، ألاقي من فوق في حاجة اسمها انستول اللي هو تثبيت، انستول اللي هو تثبيت. تمام، فهدوس على انستول وهيتثبت معايا الخط، هدوس على انستول وهيتثبت معايا الخط اللي أنا عايزه. طيب، دي أول حاجة. الحاجة التانية لازم يكون عندي سبورة. زي ايه مثلا؟ صورة زي كده. ادي مثلا صورة السبورة، مش شرط نفس الصورة، ممكن اجيب صورة تانية. طب صورة الايد اهي، ايد الكتاب اللي انا بكتب بيها. طيب، نشتغل مع بعض ان شاء الله ونشتغل على بركة الله. بداية كده انا بعمل سلايد فاضية، سلايد فاضية، وباجي بعد كده من قائمة insert، وبعد كده بختار picture، وبختار من insert اللي هو إدراج، هختار صورة، بعد كده هختار اللي هو this device يعني من الجهاز،
طب هدور على مكانها، اشوف انا حاططها فين. ادي صورة السبورة، هدوس على انسيرت. تمام، انا كده عملت لها ادراج، كبرها عادي. كبرها من ناحية اليسار، فكده انا عملت عندي السبورة اللي انا عايزها. بأول خطوة عملت السبورة، تاني خطوة بعملها بثبت انواع الخطوط اللي احنا عايزينها. زي ايه مثلا نوع الخطوط اللي انا عايز اثبته؟ طيب تعالوا كده نبدأ مع بعض. طيب، قبل نوع الخطوط انا هروح على انسيرت وهروح على حاجة اسمها تكست بوكس، مربع النص اللي انا هكتب بداخله الكلام اهو. انا كده عملت له ادراج، بأول حاجة عملت ادراج للسبورة، وبعد كده عملت ادراج لمربع النص. كويس خالص. طيب نوع الخط بقى، ايه انواع الخطوط بتاعت الطباشير؟ انواع الخطوط، اول خط عندي هروح اهو خطوط الطباشير، هذا الخط ده ايه؟ قلنا بفتحه، ادي عملت له فتح، وبعد كده بختار على انستول او تثبيت. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الخط بالفعل هو اصلا عامل له معمول تثبيت عندك يعني على الاوفيس، هو متثبت بالفعل عندك. طب لو عايز تعمل ريبليس او استبدال بدوس على بليس. طيب نوع خط، عايزين نجيب نوع خط تاني اللي هو ده كريتا، برضو هفتحه ولو دست على انستول برضو بيقول لي ان بالفعل متثبت عندك، لو مش متثبت هدوس على بيس. يبقى اول نوع خط، اللي هو ده، تمام. والنوع التاني اللي هو الكريتة ده. لحد الآن ماشي تمام، أدرجت السبورة، أدرجت مربع النص، وتالت حاجة ثبتت الخطوط بتاعتي. طيب تعالوا نجرب مثلا ندور على نوع الخط اللي احنا نوع الخط اسمه ايه؟ كريتا اهو، يا اما اكتبه في البحث فوق. هذا نوع خط طباشير، النوع التاني هدور عليه ايه؟ ده النوع التاني. اجي اكتب مثلا الاسم بتاعي، ليه مش بيكتب معايا؟ لان انا اللون نفسه لون اسود، اغير اللون خليه لون ابيض. طيب انا كتبت الاسم اهو بنوع الخط، فدي اول خطوة. طيب تاني خطوة، احنا شغلنا كله احنا قلنا في الحاجات دي بيكون على الانيميشن، اللي هو التأثيرات اللي عندي. طيب هختار اي انيميشن من اللي عندي، رحت على الانيميشن، تمام، اختار حاجه اسمها وايب. تعالوا كده نجرب الوايب،
عملها لي على ايه؟ عملها لي على السبورة. لازم احدد البوكس اللي انا عايز اعمل له التأثير. طيب تمام، ده بالنسبة لأول خطوة. يبقى أدرجنا السبورة وأدرجنا أنواع الخطوط اللي عندي، اخترت نوعين الخط اللي أنا هشتغل عليهم وأدرجت الصندوق وكتبت جواه الاسم بتاعي، وبعد كده عملت له اللي هو التأثير. بالنسبة هنا في حاجة اسمها effect option. effect option لو جيت اخترت from left كده جاي لي كأنه بيتكتب من اليسار. لو عملنا بوك، لو اخترت من رايت ناحية اليمين، كله من فين؟ من الإفكت أوبشن اللي هي تأثيرات. طيب عشان هو سريع لازم نحدد له المدة اللي هي الديوريشن. تعالوا كده نزود تمام، نزود المدة ودوست على بريفيو، زادت معايا، تلاقي ايه الخط ماشي بسرعة بطيئة شوية. طيب تعالوا نجرب هنا في الديلي، خليها خمستاشر ثانية. ولازم اظبط الاثنين مع بعض. انا اول خطوه عملت ايه؟ انا عملت ادراج للسبوره، وبعد كده عملت جواها ادراج لتكست بوكس او مربع نص، وبعد كده رحت ثبتت انواع الخطوط اللي هي ايه؟ اللي هو الخط اسمه كريتا والخط ده. اللي هو شك اباوت. طيب بعد ما ثبتت الخطوط عندي، لو دورت في الهوم هنا في انواع الخطوط اللي عنده ما لقيتش نوع الخط، فاقفل الاوفيس، اقفل الباوربوينت وافتحه تاني. طيب حلو خالص، انا بعد ما عملت اللي هو ادراج وكتبت خلاص اسمي، بروح اعمل له حركه اللي هي اسمها وايب، وبختار من الديوريشن او المده، او بس الاول في الافكت اوبشن اللي هي اعداد التاثير خليها فروم ليفت من اليسار، وبعد كده بروح على الديوريشن او المده خليها خمسه، خمس ثواني، واديلي اللي هو المدى عندي 15 فيمتو ثانيه. ديوريشن هي مده الحركه اللي بيتحرك فيها، بس المده ما بين كل تاثير والتانيه مثلا اللي هي الديلي. انا دلوقتي اهو في الديوريشن الحركه بتاعته اهي اللي بيتحرك فيها. طب لو دي خليتها صفر اللي هيحصل؟ تعالوا نجرب 15 تاني ثانية، خليها مثلا 15. ديوريشن هي المدة اللي بيظهر فيها التأثير، أما مدة الحركة نفسها بتكون اللي هي هنا 15 اللي أنا مختارها. طيب بعد كده بعمل إيه؟ بروح على إنسيرت أو إدراج، إنسيرت أو إدراج، أروح على بيكتشر صورة، واختار this device من الجهاز، وبختار صورة اليد اللي عندي اهي، دي صورة اليد. صغر حلو خالص. احاول اجيبها عندي على اول نقطة في الخط. مظبوطة بحيث انها تكون في الاول كده عشان لما اجي اكتب بيها اي حاجة. طيب انا عايز اخلي في تاثير ظهور زي مثلا اللي هي كانها بتكتب، برضو انا بتحرك او بلعب في الانيميشن، انا شغلي كله على الانيميشن، وبدوس على السهم اللي من تحت والاقي في حاجه هنا اسمها كاستم بيس، كاستم بيس.
ظهر معايا علامة البلس، علامة الزائد، علامة الزائد. تعمل ايه علامة الزائد دي؟ اللي هي بحدد بيها الحركة بتاعتي، بس لازم اتأكد ان انا ماشي صح. هقول لكم ازاي. انا رحت اهو، اخترت حركة الزائد، هروح امشي بقى على الحروف اللي عندي، امشي عليها. هتلاحظوا ان في خط من جوه كده عامل زي الابرة، زي الخيط بتاع الابرة. احاول اظبطها. ادي انا بحاول اظبطها على قد ما اقدر. خليني ماشي واحدة واحدة عشان تتظبط معايا. هو ممكن ما تتظبطش، بس ايه، انا خليني ماشي. هي متعبة شوية، هتتعبني في النظر، بس ايه، لازم خليني ماشي حتة حتة، مش لازم اظبطها بالظبط يعني. تعالوا كده نعمل بريفيو. انا خلاص خلصت، اعمل ايه بقى؟ بعمل بريفيو، حركة سريعة، الحركة سريعة. طيب احنا قلنا اللي بيلعب في الحركة بيلعب فيها ازاي، من فين؟ الحركة بتاعتي سريعة، عايز ابطل الحركة. طيب تعالوا كده هنمسك الايد اللي عندي، جيت نزلتها لتحت، اهو كاتب لي اللي انا كتبته، شايفين؟ لو عملت بريفيو مش هيعمل معايا. اهي محمد مثلا، رمضان. طيب انا عايز اظبطها، تبقى مظبوط مثلا فيها زي كده. انا عايز اظبطها بحيث ان الحركة بتاعتها، الحركة بتاعت مثلا الاسم اللي انا عملته، تكون جاية بالظبط معاها، الاتنين بيعملوا نفس الحركة، ولا في ولا الاسم سبق اليد، ولا اليد سبق الاسم. تعالوا كده مع بعض، احنا كل شغلنا كله على الانيميشن، على الانيميشن اللي هو التأثير. طيب انا بعمل ايه؟ بس افكر معايا ايه الخطوه اللي باخدها بعد كده، ممكن اخد ايه خطوه بعد كده عشان اظبط اللي هو السرعه بتاعت اليد. طيب شايفين اللي هو الديوريشن او المده، الديوريشن او المده، احنا قلنا اللي هي الحركه اللي بتحرك، او المده دي بتاعت الحركه بتاعت التاثير. التاثير بيتحرك في قد ايه؟ اديت له مثلا 5 ثواني، تمام. هلعب في الديلي ولا لا؟ هلعب فيها، بس هنا ما ننساش برضو في الستارت بخليها ويز بريفيس، مع السابق، مع السابق، وادوس على بريفيو. ايه اللي حصل؟ يبقى بعمل ايه؟ بخلي ستارت ويز بريفيس، والديوريشن المدة هخليها 5 زي اللي فات، زي اللي فاتت تحت. طب لو جربت انا انزلها تحت شوية اهو، دوست بريفيو، اهي ظبطت مع الاسم. هل كده خلصنا؟ خلصنا. شفت بسيطة ازاي؟ احنا كده خلصنا الشغل بتاعي.
خلصنا تأثير اليوم. طب لما اجي اعمل بريفيو، فبكل بساطة بعمل ايه؟ ان انا بدخل السبورة الاول، وبعد كده بدخل جواها التكست بوكس مربع النص، وبعد كده بثبت الخطوط اللي انا عايزها. بثبتها ازاي؟ ان انا بفتحها وادوس على حاجة اسمها انستول، اللي هو تثبيت. حلو، ثبت. بعد ما بثبت بعمل ايه؟ ابتدي اكتب الاسم. كتبت الاسم كل حاجة، اعمل له تأثير اللي هو قلنا عليه اسمه وايب، واخلي الديوريشن بتاعته في 5 ثواني، والديلي اللي هو 15 اللي هي الفيمتو ثانية. طيب كده انا خلصت من الجزء الاول. اجي بعد كده اعمل ادراج لليد. بعد ما عملت ادراج لليد، بختار من هنا حاجة اسمها الكاستم بيس، هي الحركة اللي بيتحرك فيها اليد دي. وبرضو نفس القصة، بس احاول انزل حركة اليد لتحت، واروح في الستارت اخليها ويز بريفيوس، والديوريشن اختار 5. تمام. بعد كده بعمل بريفيو، وادي عملت لي. بس حركة اليد ازاي اتعملت كده؟ احنا قلنا من ايه؟ من حاجة اسمها كاستم بيس. ده اللي هي بالنسبة لتأثير اليد بالطباشير. في اي مشكلة لحد الآن؟ ندخل على اللي بعده. ندخل امر بسيط وسهل. باشمهندس احمد، باشمهندس، في حد بيبعت ان في ان مش عارف يدخل على الرابط بتاع زوم، عنده مشكلة. وبس اللي مش عارف يدخل بيفتح حساب زوم على اللاب او على الموبايل، ده المشكله يعني. تقريبا هو تقريبا حصل له تسجيل خروج من الحساب بتاعه، بس خلاص ولازم يعمل ماشي. مثلا ساين اب علشان يفتح معايا بس اللينك. تمام. نكمل المحاضرة بتاعتنا، وهناخد بعد كده ازاي اقسم الصفحة اللي عندي الى عدة صفحات. بقسمها ازاي؟ بروح اول حاجة على انسرت، بروح على انسرت، وبروح على شيب اللي هي اشكال، واجيب مثلا شكل المستطيل اللي عندي. اروح اعمل ايه؟ انا كده عملت شكل المستطيل اهو. اخد منين نسخة تانية ازاي؟ كنترول دي، كنترول دي، كنترول دي، بس اهو جبته هنا. اجي اتوسع شوية، نفس القصة اوسعه شوية. أوسع ده برضو شوية، أوسع ده شوية. أخد برضو من كل واحد فيهم نسخة تانية لتحت. أحاول أظبطها، كنترول دي. طيب دي أول حاجة، أول خطوة، عملت 4 مستطيلات في سوا بعض. بروح على الشيف فيل، وبختار نو فيل أهو، اللي أنا آسف، الشيف فيل، نو فيل، الشيف فيل، نو فيل. طب حددت ده، كنترول حددت التاني، كنترول حددت التالت، وأنا كل ده دايس على الكنترول. حددت الرابع وحددت الخامس، ورحت على شيف فيل واخترت نو فيل. انا قسمت الصفحة عندي ل4 او ل8 صفحات تانية جوا. ممكن اكتب هنا، اكتب هنا، اكتب هنا، اكتب هنا، اكتب في اي مكان انا عايزه. نفس القصة برضو لو عايز اغير اللي هو الخط.
اوت لاين، شيب اوت لاين، وبختار مثلا اللون اللي انا عايزه. فدي الطريقة اللي بقسم بيها الصفحات. طيب تعالوا بقى ندخل على حاجة مهمة، هي حاجة بسيطة وسهلة. قبل ما ادخل على اعلان السوشيال ميديا، انا عايز اعمل اللي هو ازاي اعمل كتاب كأنه بيألف الصفحات، كتاب بيألف صفحات. طيب نعملها ازاي دي؟ تعالوا كده مع بعض، فاضية هنعمل سلايد فاضية، وبختار كمثال لو عايز اختار باك جراوند او خلفية اختار، مفيش اي مشكلة. لو عايز اختار باك جراوند او خلفية اختار. طيب بس هيبقى في مشكلة، ان انا لما هروح على لو هنا في الديزاين في حاجة اسمها السلايد سايز، حجم السلايد، واختار اللي هو ستاندرد اللي هي الأساسية، وبختار حاجة اسمها ماكسمايز. اللي حصل حتى غير في أحجام الصفحات كلها، أنا مش عايز الكلام ده، عايز أرجع أهو، رجعتها لوضعها الطبيعي. بس ده لو شغال، لو شغال في سلايد لوحدها أو في برزنتيشن لوحده، يفضل إن أنا أخليها هي أروح على السلايد سايز وأخليها ستاندرد وأختار ماكسمايز، وادوس على ماكسمايز، صغر حجمها عشان الكتاب. طيب انا لو شغال على باوربوينت كامل زي دي مش مشكله، خليها بنفس الحجم بتاعها، خليها في حجمها الطبيعي. طيب بعد كده بعمل ايه؟ طيب انا عشان اعمل اللي هو الكتاب، اروح على المتصفح جوجل، تمام، واكتب في مربع البحث الكتاب المفتوح مثلا، رحت على صور من فوق، دي كلها اشكال كتب اهي، دي كلها اشكال كتب، اختار الشكل المناسب، شوف انسب شكل انا عاجبني فيهم واروح اختار. تعالوا نجرب مثلا، تعالوا نجرب ندوس مثلا على اخترت دي، انا عايز مثلا اخد كتاب زي ده، شكل كتاب زي ده، كليك يمين وادوس على حاجه اسمها سيف ايمج از، واحفظه مثلا في المكان بتاعي. اعمل له سيف. يبقى اول خطوه انا حفظت الكتاب، انا جبت شكل اللي هو كتاب مفتوح زي ما انتم شايفين كده. خلاص انا مش عايز ده، وبروح على انسيرت وبيكتشر وزيس ديفايس، تمام، بدور اول كتاب اللي عندي، ودست على انسيرت او ادراج، انسيرت او ادراج، جاي شكل الكتاب بالشكل ده. طيب انا عايز اشيل الخلفية بتاعته، قلنا من فين؟ من الكلر، وبختار set transparent color وادوس على الخلفية اللي من ورا. دي طريقة. في طريقة تانية، ايه هي الطريقة التانية؟ بروح على remove background واشيل الخلفية، بس دي بيكون صعب شوية. المارك اريا، لا انا عايز ده الجزء ده معايا، عايز الجزء ده معايا، عايز الجزء ده معايا، وعايز الجزء ده معايا، وعايز ده معايا، وعايز الجزء ده معايا. هتعبك شوية لحد ما تعمله. طيب كل ما بتعمل حاجة الحاجة التانية ايه؟ تبوظ معاك.
ظبطته ودوست على كي تشينج فحفظه لي بالشكل ده. بس ايه الاسهل؟ في اسهل. ايه هو الاسهل بقى؟ تعالوا كده نشوف الاسهل مع بعض. انا هدوس على ديسكارد بولي تشينج، هروح على كلر، وبعد كده بختار على حاجه اسمها سيت ترانسبيرنت كلر، اللي هو ان انا لو عايز اشيل اخلي الجزء اللي من ورا شفاف، واروح اضغط على الخلفيه من ورا. خليت الكتاب بالشكل ده. بأول خطوة ده عملت الكتاب، أحاول أكبر زي ما أنا عايز فيه أهو. خليت مثلا الكتاب بالشكل ده، أكبر من فوق، أكبر من تحت. أعمل دوبليكيت علشان أدخل على تأثير اللي هو إيه، بس قبلها الأول أعمل لها ديليت. خلينا نبدأ. طب عايز أبتدي أكتب بقى، أروح على إنسيرت وأختار حاجة اسمها تكست بوكس مربع نص، وأكتب مثلا حاجة معينة. يعني لو جيت كتبت مثلا اخترت حاجة زي دي، هجيب مثلا صورة عندي، أو مثلا بدل ما أكتب التبريد والتكييف أكتب المقاولات الميكانيكية. وأروح مثلا أعمل بوكس تاني تحته، شفت زد. يشمل مثلا اكتب اي حاجه، يشمل مجال او لا هي راح اخد كنترول دي منه تاني، نسخه تانيه منه، ساركز انا بحرك ايه بالظبط. مثلا شباك فاير فايتنج، على فكرة مش لازم اكتب اللي انا كتبته، يعني ممكن اكتب اي حاجة عندي. البلومينج 4، الميديكال جازس. برضه مثلا من البرامج اللي بيشملها زي وانا عشان اقلل المساحة خلينا ننزل بس فرضا انا كتبت اهو ده حلو لحد الآن. طيب أروح مثلا أجيب صورة من جوجل أو المتصفح، صور اخترت مجال معين مثلا، او اخترت صورة زي دي بس جودتها مش عجباني، اختار صورة تانية. جودة ليه كده؟ هتزعلونا من المجال.
ايوه ده تمام، وادوس على سيف وادخل عندي من انسيرت واختار بيكتشر ذيس ديفايس، واختار الصورة انا حطيتها اهي، انزلها لتحت شوية اهو، خلي حجمها فيما بعد كده. انا لو جبت صورة فيها خلفية وعايز اشيلها، احنا قلنا بشيلها ازاي؟ اشيلها عن طريق الست ترانسليرنت كلر. انا برضو مثلا حاجة زي كده عجباني، انا عايز انزلها، انا مش عايز الصورة دي، انا عايز صورة اشيل الخلفية بتاعتها this device اهي. تعالوا نختار مثلا مع بعض حاجة زي دي، ورحت على color واخترت حاجة اسمها set transparent color، وادي شايل الخلفية عندي. نحلل زي ما انتم شايفين، يبقى دي أول خطوة. الخطوة التانية مثلا كمثال أروح أجيب تكست بوكس، أكتب مثلا شفاك، اللي هي اختصارت الهيتنج كونديشن اير كونديشن انا عايز زي لكم مش معايا خطوة خطوة. فيما بعد كده اعمل ايه؟ اروح برضو اجيب صورة، وصورة عليها الاتشباك مثلا، اتشباك خارج الهواء حاجة زي كده مثلا. رحت على سيرت برضو عملت لها إدراج، شفتني الصورة دي أروح أحطها هنا. طيب حلو خالص لحد الآن. أنا الخطوة اللي بعد كده انا خلاص ظبطتها تمام، اروح مثلا اعمل برضو سلايد تانية، مثلا فاير فايتنج، عشان ما تقولش على الناس، مثلا البلومينج صنف الصرف. شلت الصورة دي، شلت الصورة دي، أروح برضو أكتب من فوق مجال فاير فايتنج، فاير فايتنج، أو أنا مش لازم اللي أنا بكتبه يعني، ممكن أنا أخترع أي موضوع من عندي للفاير،
فايتنج، اختار مثلا حاجة زي دي او اختار دي سيف ايمج از، واروح على باوربوينت وادوس على انسيرت وبيكتشر من ذيس ديفايس، اروح اعمل ادراج للصورة، صغرها ادي حطيتها. طيب البلومينج جيت اكتب برضه نفس القصة اللي هو البلومينج اللي هي الصرف، اختار كمثال اختار دي، اختار مثلا واروح على الباوربوينت وبرضو اعمل ادراج للصورة. انا لحد الان عملت الكتاب وكتبت ادرجت فيه تكست بوكس مربع نص، وبعد كده تحت كل مربع نص ادرجت صورة، عملت ادراج لصورة. لحد الآن مفيش أي مشكلة، شغل الطبيعي العادي. أروح على أول جزء من الكتاب اللي عندي، وأروح على حاجة اسمها ترانزيشن، المرة دي ترانزيشن اللي هو مؤثر، المؤثرات اللي عندي طيب أختار منها حاجة اسمها إيه، ندور في حاجة اسمها البيج كرول، هنا نفس القصة برضو، عاد البيج كرول اهي، لو جيت هنا دوست على الافكت اوبشن واخترت الدبل، برضو من هنا في الافكت اوبشن هختار الدبل. يبقى اول خطوه ايه، انا بعد ما ادرجت الشغل بتاعي كله رحت على الترانزيشن المره دي اللي هو حركات، واخترت اللي هو المؤثر اللي هو البيج، ومن الافكت اوبشن اخترت اللي هو الدبل رايت. طيب لو انا مثلا عامل برزنتيشن او عرض تقديمي، تمام، بس بشكل كتاب زي ما انتم شايفين شكل الكتاب، انا عامل برزنتيشن كله عندي عرض مثلا او مؤثرات اللي فيه هو عن كتاب بس، انا شغلي كله عامله داخل الكتاب. طيب انا عملت المؤثر في التأثيرات اللي عندي او الحركات في الصفحة دي، بدل ما اروح على كل صفحة واروح اعمل نفس المؤثر تاني، في تحت كلمة اسمها apply to all، تطبيق على الكل، فبيعمل لي تطبيق على كل حاجة موجودة عندي، apply to all بيعمل لي تطبيق على الكل. تعالوا نجرب مثلا في السلايد شو، دوست على from current slide، ادي الصفحة الأولى، أول ما بروح على الصفحة الثانية بيقلب لي كأنه كتاب. طيب ده بالنسبة لعمل تأثير اليد بالطباشير، وإزاي أقسم الصفحة، والحاجة الثالثة إزاي أعمل كتاب بإيقال. طيب فاضل لنا حاجات كتير، لا اللي فاضل على فكرة أسهل ما يمكن. تعالوا نصمم مع بعض، مثلا انا واحد برنامج الفوتوشوب مش شغال عندي، انا عندي مثلا فوتوشوب، للعلم ان الشغل كله دلوقتي على السي سي، اللي عنده سي اس يا ريت يلغيه وينزل السي سي، تمام. فرضا انا مثلا امكانيات الجهاز بتاعتي مش مساعداني، ممكن اعمل تصميم عبر الباوربوينت، بعمل تصميم عبر الباوربوينت وبكل سهولة بكل بساطة، هل هتواجهني مشكلة؟ لا. تعالوا مع بعض كده نعمل تصميم بسيط وسهل، تمام؟
تصميم سوشيال ميديا. اول حاجه طبعا زي ما قلنا زي ما اتفقنا ان انا بخلي الباك جراوند الخلفيه بيضاء، ولازم اتاكد في الديزاين ان السلايد سايز واخده الوايد سكرين اللي هي واخده ملء الشاشه. هروح على فورمات باك جراوند لو عايز اضيف خلفيه، وبختار كمثال لو جربت ان انا اختار لون اسود. انا عايز اعمل تصميم عن بيتزا، اروح مثلا اعمل ايه، بدخل على متصفح جوجل عندي، واول حاجه انا عملت الخلفيه سودا، مش شرط سودا على حسب ما انا بحب، انا عايز اعمل خلفيه شكلها ايه بالظبط. ورحت كتبت مثلا انا هعمل تصميم على بيتزا مثلا، بس عايزين نجيب حاجة ممكن اشيل الخلفية فيها، يعني انا مش عايز اخلي خلفية ليه، يعني نفترض مثلا وانا جوعت نختار حاجة زي كده مثلا اهي، انا عايز دي عجبتني، كليك يمين عليها وادوس على سيف ايمج از، ادوس على سيف، معلش جوعتكم معايا، ادوس اروح على انسرت، وبعد كده بيكتشر، واختار ذيس ديفايس، فين شكل البيتزا. احنا قلنا نشيل الخلفيه ازاي من الكلر، وادوس على السيت ترانسبيرنت كلر اللي هو عايز اشيل الشفافيه بتاعتي. طب ايه اللي حصل؟ الشفافيه لسه ظاهره اهي، لسه ظاهره. بعمل ايه؟ ريموف باك جراوند، ازاي الخلفيه، ودوس على مارك اريا تو كيب، المنطقه اللي انا محتاجها معايا اهو الحته دي، بس محتاج الحته دي، ومحتاج برضو الجزء ده اللي تحت. دوست على كي تشينج، بس الاول ما انساش الله، تمام. انا عايز اخد الجزء اللي من تحت ده معايا برضو اهو، كويس خالص. طيب وادوس على كيب تشينج، حفظ التغيرات، بس برضو لازم اتاكد بما اني بعمل تصميم لازم اركز في كل حركة عندي. الصورة نفسها لو في جزء فيها بسيط هيأثر معايا، بس أصغر حجم زي اللي عندي. واروح مثلا على ادي عملتها اهو، واروح على انسرت واختار شيب او شكل، واختار شكل الدايره، بحاول اعمل دايره في نفس حجم اللي هو البيتزا اللي انا عملتها، يعني دي اول خطوه، تمام. تعبئه اللون هخليها بلون معين، ايه اللون اللي انا هخليه؟ تعالوا نجرب كده مثلا في الشيفل، اخترت اللون الاسود راحت فين؟ مش ظهر. طب لو مش عايز بعد كده بروح على خليها نوع اوت لاين كده مش موجوده اصلا. طب انا بعمل ايه يعني، فهموني كده، يعني انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا اول حاجه عملتها، اول حاجه عملتها اهو، انا جبت عملت شكل على نفس حجم البيتزا اللي عندي، رحت بعد كده في الشيف فيل دوست على نو فيل، انا مش عايز لون تعبئه، خليته او خليته باللون الاسود، بس يفضل انا اختار هنا نو فيل، هنعرف ليه بعدين. الشيب اوت لاين الحد الخارجي انا عملته، مش عايز حد خارجي،
شغلي كله على الجزء الثالث اللي هو الشيب افكت. انا لو عايز اعمل تظليل تحت البيتزا دي بروح على الشيب افكت شادو، شادو اللي هو التظليل، تمام. ولا هختار ظل مثلا، تعالوا نجرب شادو اوفست رايت اللي هو ازاحه لليمين، دوست عليها. ولا اختار مثلا اروح بعد كده على الشيب افكت برضو الشادو اللي هو تظليل، في حاجه تحت اسمها الشادو اوبشن اعدادات التظليل، ظهرت معايا في الجنب اهي. حاول مثلا المسافة الديستانس زودها شوية، تمام. الزاوية مثلا ازودها برضو، الانجل هي الزاوية، طيب دي اخليها مثلا الضبابية، هنعرف ان هي ضبابية بعد كده اهو. هنا طيب دي اخليها مثلا 44 او 45، والكلر اللون اللي عندي زي ما هو. بصوا كده اللي بيحصل راحت فين. هل هي ظاهرة كده ولا لأ؟ أنا هو خدتها وحطيتها على الشكل اللي عندي زي ما أنت شايفين. أروح مثلا على جوجل، أكتب صورة ورقة شجر، ورقة زي دي. اختار مثلا دي، انا عايز حاجة ما يكونش فيها انا بلعب، انا مش عايز جزء الخلفية. تعالوا نجرب مثلا دي اهي، اختار مثلا دي عجبتني، كليك يمين. بس انا مش عايز حاجة يكون فيها جزء، يعني خلينا شغالين كده ايه، حاجة زي مثلا تعرف على زي دي. كليك يمين سيف ايمج از، ادوس على سيف. اروح اهو على انسرت بيكتشر ذيس ديفايس، واختار جزء الشجرة اهو، برضو بشيل الجزء الست ترانسبيرنت برضو لسه موجود، فبعمل ايه، وروح على ريموف باك جراوند اللي هي ازالة الخلفية، واختار حاجة اسمها الماركرية، المناطق اللي انا عايزها معايا. طالما انا خلصت ادوس على كيف تشينج، عايز اعمل لها روتيت او تدوير من روتيت اهو، احاول اظبطها مثلا، اعمل لها سند تو باك مثلا، ادي سند تو باك من فوق كده، انا ارسلتها للخلف كده، انا عملت لها ارسال للخلف، اظبطها اكتر.
هاخد نسخة تانية منها كنترول دي وأعمل لها روتيت أو تدوير، برضو أعمل لها سند تو باك، طيب انا اروح على الصوره نفسها اعمل لها تاثيرات افكت، اعمل لها شادو، نفس القصه هنا مثلا اروح على insert و shape بختار اللي هو شكل اللي هو الدايرة، اللي هو مثلا لو عايز اعمل نسبة خصم 50% انا عايز اعمل نسبة خصم اهي، اغير اللون مثلا. انا لازم في جزء في التصميم اسمه التنسيق بتاع الالوان، انا لازم اول حاجة قبل ما ابتدي اي تصميم بعمل تغذية بصرية، بعد ما ابتدي اعمل تغذية بصرية لازم على الاقل تنسيقات التصميم بتاعي لازم يبقى الالوان كلها مقاربة من بعض، تمام؟ فانا هعمل ايه مثلا؟ لو قلت مثلا اللون ده هل هو مقارب؟ اه لون مقارب، تعال نجرب لون تاني مثلا، اخترت اللون ده ولا اخترت ده؟ انا عايز لون فاتح شوية اهو، لون زي ده. واروح على الشيب اوت لاين اخليه نو اوت لاين، وبرضه هعمل لها سند تو باك ارسال للخلف زي ما انتم شايفين شكلها اهو. بس ايه انا برضه اللون مش عاجبني. كي دروب واختار مثلا اللون ده ادي اتغير، يبقى من فين؟ من شيف فيل، وبختار اي دروب اللي هو القطار. انا لو عايز اخد لون من مكان لمكان تاني اهو، عدي هنا تمام، حاول ايه اعمل تكبير لدي شوية اهي، اروح على الافكت والشادو، اروح برضو بعد كده انا على انسرت وبختار حاجة اسمها تكست بوكس مربع نص، ليه هعمل فيه ايه هنعرف دكتور هنعمل فيه ايه. واللون اسود انا هغير اللون هذا باللون الابيض، اعمل ايه فيه؟ اكتب مثلا اللي انا عايزه، يعني مثلا خصم كمثال خصم 50%، أولا أغير اللون، لو اللون مش عاجبني أغير الخط، أغير الخط من له بولد، أنا هعمل خصم 50%. لحد الآن تمام، عايز أغير اللون، اللون مش عاجبني أخليه لون أبيض مثلا، أخليه لون أبيض مش مشكلة، أنا بختار اللون اللي أنا شايفه من الاسم، أختار لون أبيض، ورحت على الشيف فورمات
واختار شيب افكت مثلا شادو او تظليل اهو، اخترت حاجة زي دي. كده انا عملت الجزء الاولاني مثلا من التصميم بتاعه والشغل بتاعي، تمام. اغير زي ما انا عايز، حتى لو عايز مثلا النسبة اخليها بلون تاني مفيش اي مشكلة، بس انا عايز اعمل زي البريتنس نفسها او الاضاءة تكون كده. لا حلو، دي الخطوة الأولى. عايز تعمل إيه بعد كده؟ أبتدي بقى أشتغل بقى على الشغل التصميم بتاعي، يعني كل واحد بعد كده هو يفكر هو عايز إيه مثلا. فأقول له مثلا أروح على إنسيرت، أروح أكتب اللي أنا عايزه، أختار تكست بوكس مربع نص، أبتدي أكتب بقى الشغل بتاعي. يعني مثلا بيتزا ايطالي اهو، لون التعبئة نفسه او شيء غير لون التعبئة. انا اللون مش عاجبني، لازم اظبط الخط برضو، نوع الخط اللي عندي هيفرق برضو في التصميم. تعالوا كده نجرب نوع الخطوط اللي عندي، استجيب دي كده هنا عشان اشوف نوع الخط، احدد بشوف انواع الخطوط المناسبة. نركز على نوع الخط عشان نوع الخط يفرق معايا في التصميم. لما اجي اصمم نوع الخط طبعا هيفرق معايا في التصميم، هيفرق جامد كمان. عرض خاص مثلا الأصدقاء، عايز اغير نوع الخط اغير، اغير نوع الخط اغير، اقلل مثلا حجم الخط اغير اللون، اشوف انا المناسب لي انا، او انا حجم الخط اقلله شوية، انا اللون مش شايف مناسب، اخترت لون زي ده. طب لو جيت اخترت لون، انا عملت تحديد، اخترت الاي دروب، واخترت مثلا ده. لا بقعد اجرب، يعني الميزة في التصميمات ببتدي اجرب، أقعد أجرب لحد ما أوصل للمناسب. ولو واحد فيهم مثلا عجبني رحت اخترت ده.
نوع الخط مش عاجبني، فابتدي اغير مثلا في نوع الخط المناسب. ابتدي انا اغير، يعني اغير في انواع الخطوط اللي عندي، اشوف الانواع المناسبه واختارها. احنا قلنا امتى بيغير انواع خطوط العربيه؟ الكلمه اللي جنبها ابجد هاوز اللي هي الخطوط العربيه، عشان كاتب عربي اهو. ادور على ابجد هاوز. عرض خاص للأصدقاء. طيب أنا مفكر مثلا التصميم محتاج إيه تاني؟ تبي مثلا دايما نتعود إن إحنا إيه كل حاجة نعملها نعمل لها حفظ. أجي مثلا أجيب أروح على إنسيرت وأروح بيكتشر وأجيب مثلا الصورة بتاعة المكان أو اللوجو، أروح على إنسيرت وأختار شيب وأختار صورة اللي هو إيه، أختار اللي هو الدايرة، وبروح على شيب فيل اختار حاجه اسمها بيكتشر او صوره، وادوس فروم افايل اختار الصوره اللي انا عايزها، اتحطت داخل دايره، واخلي نوع اوت لاين، صور اللوجو شويه اهو، خليت اللوجو هنا. روح مثلا على جوجل اختار مثلا سيف ايمج اس، اعمل لها سيف، واروح على انسيرت بيكتشر سيز ايس. ماشي، اروح اشوف المكان بتاعي فين، واختار الشرطة دي اهي، واعمل اللي هو كلر، واختار حاجة اسمها سيت ترانسبيرنت كلر، واروح اشيل الخلفية بتاعتي. في جزء من تحت ما تشالش، عايز اشيله من ريموف باك جراوند هنا المارك، ازود الجزء بتاع الشطة اهو، ازود ازود ده، ازود مثلا. لازم بقى هنا ايه، انا وشغال لازم اتاكد ان انا ماشي صح على عليها، لان زي ما بيقولوا الغلطة فورة. هات هنا ارجع تاني، طيب ادوس على مارك اريا تو ريموف المنطقه اللي انا عايز اشيلها.
بعد كده بدوس على كيب تشينج حفظ التغيرات. هذه ظهرت معايا بالشكل ده. اقول لك حاضر، ظهرت معايا بالشكل ده. هدوس على send to back. اعمل لها rotate وادوس send to back. اخد دي هنا مثلا بتيت وبدوس على حاجة send to back. شايفها مش مناسبة، مش لطيفة، خليها مثلا هنا. عايز ابتدي مثلا اعمل، حاضر هكتبها، حاضر خلص بس دي واكتبها حاضر. هروح مثلا اقول صوت شطة بان جي، بان جي وده اللي عايزه. دخلت عليها اهي سيف ايمج از ودوست على سيف. خلفية خليتها سودة. انا رحت على ديزاين من فوق ودوست على فورمات باك جراوند واخترت اللون الاسود، واخترت اللون الاسود من هنا. بروح على ديزاين وبعد كده فورمات باك جراوند واختار من الكلر اللي هو اللون الاسود، واتاكد ان انا مختار من هنا السوليد كلر لون ساده. طيب وعلى انسرت، تمام، اختار حاجه زي كده اهي. ادوس على كلر. هنركز احنا عايزين نشيل الخلفيه، بشيلها ازاي؟ ادي الصوره في كلمه اسمها كلر، يا اما ادوس على ست ترانسبيرنت كلر وادوس على الخلفيه من ورا. طب لو ما اتشالتش بروح على حاجة اسمها remove background، إزالة الخلفية. remove background هنا في حاجة اسمها المارك اريا تو كيب، المناطق اللي أنا عايز أحفظها معايا. طب لو عايز مثلا جزء أشيله خالص من التصميم، مثلا أعمل عليه كده كده اتشال معايا. اللي متعلم عليه باللون البنفسجي فهو مش معايا. طب تعالوا مثلا انا عايز علامة الشطة بس، وادوس على مارك اريا تو كيب المناطق اللي انا عايزها معاه. ايه اخترت الشطة، ورحت دوست على كي اتش. شكلها مش لطيفة، فأنا إيه حذف. انا شايفها مش لطيفة، انا حسبتها.
هروح مثلا اجيب صورة بصل كمثال. مش اس، واحفظ الصورة بتاعتي واروح اخدها انسرت. هي من اما ريموف باك جراوند اما من كلر، هختار حاجة اسمها سيت ترانسبيرنت كلر، وادي دوست على الخلفية. شايف برضو في بعض الحاجات ما اتشالتش معايا، فاروح على ريموف باك جراوند، اختار مارك اريا تو كيب، المناطق اللي انا عايزها معايا واحددها اهي. شايفين اهو بحدد. طيب عايز احدد دي كمان. طب عايز اشيل جزء معين، بروح على مارك اريا تو ريموف. مارك اريا تو ريموف وادوس على كيب تشينج، حفظ التغيرات. خليها مستمر، اختار هنا أجود مثلا المكونات بعيدي، أجود المكونات بعيد خبرة مثلا. صغر الخط عندي، اختار مثلا كمثال، اخترت اللون الابيض اهو. اروح برضو على جوجل واختار مثلا فيسبوك ايكون بي ان جي. ايه الفرق ما بين البي ان جي والجي بي جي؟ الجي بي جي الجودة بتاعت الصور بتاعتها بتكون جودة عالية، يعني معنى كده لو حبيت انزل صورة على السوشيال ميديا بنزلها بصيغة الجي بي جي. اما البي ان جي، البي ان جي ما بيكونش فيها خلفية، الخلفية اللي من ورا ما بيكونش فيه خلفية، أما الجي بي جي ليها خلفية من ورا. طب لو عايز أخلي مثلا، أنا لو كإنسان أنا معايا صورة ورايا مثلا شكل معين، فأنا عايز أحول الصورة دي من جي بي جي لبي إن جي، بشيل الخلفية اللي من ورا فكده اتحولت لبي إن جي. فالبي إن جي هي صورة يعتبر يعني نو باك جراوند، مفيش خلفية من ورا. أما جي بي جي بيكون الجودة بتاعتها أعلى وبيكون ليها خلفية من ورا. أما البي إن جي زي ما قلنا ما بيكونش لها خلفية، اللي هي اسمها مفرغة، الصورة بتكون مفرغة. طيب نفترض مثلا أنا عايز لون يتماشى مع اللي بنعمله ده، مفيش لون يتماشى، انا عايز اللون الوايت الابيض. نفترض اخترت مثلا لون زي ده، سيف ايمج اس وسيف. روح على انسرت بيكتشر سايز، اختار الصورة بتاعتي، عايز اشيل الخلفية اتشيرت معايا.
يعني انا عايز اقول له اتواصل معايا عن طريق الواتساب، عن طريق الفيس، عن طريق الانستا، عن طريق التويتر. عن طريق التويتر. اختار مثلا حاجة زي دي، سيف ايمج اس، نروح على انسرت بيكتشر واختار الصورة بتاعة تويتر، اشيل الخلفية ازاي من كلر وادوس على سيت ترانسبيرنت كلر واروح كده اشيل الخلفية بتاعتي. حاول اظبطها على قد ما اقدر. طيب لو عندي مثلا انستا نفس القصة، انستجرام اخد معايا وقت، بس انا ما استعجلش عشان اطلع تصميم بالصورة اللي احنا عايزينها، نطلع تصميم كويس او زي بالظبط الفوتوشوب، افضل كمان واسهل. الناس اللي هي بتواجه صعوبة في التصميمات، يكون مثلا معاها شغل وحابة تعمله بس مفيش وقت، حاول اظبط عادي، ظبطتها احسن. حلو خالص. طيب انا كده خلصت، في اي مش يعني شايفين ان هو محتاج ان هو يتظبط تاني ولا لا؟ بالنسبة لي كده هو خلاص كده، انا كده ظبطته. عايز اضيف مش مشكلة، ممكن أجيب حاجة زي دي كده، ورقة شجرة كنترول دي، مثال أخليها هنا، أعدلها أو أصغر حجمها شوية، بعمل روتيت أهو. طيب عايز كنترول دي تاني أهو كده، اظبط بقى زي ما انا عايز. برضو حفظا لحقوق النشر، ممكن اضيف صورة متحركة عادي.
اختار مثلا اروح على شيب واختار اللي هو شكل الدايرة، اروح اختار شيب فيل واختار بيكتشر، تمام، وبختار منها شكل اللوجو مثلا، واشيل خلينه اوت لاين، ده التصميم بتاعي خلص. خلص، ما طلع بنفس الجودة وأحسن كمان وأسهل بكتير. ليه أتعب نفسي بقى على الفوتوشوب؟ تعالوا كده هناخد حاجة بسيطة وبعد كده هناخد ريست، بس هناخد حاجة بسيطة مع بعض. تعالوا بصوا كده، نفترض مثلا انا جيت هنا في انسرت، رحت ادرجت تكست بوكس او مربع نص، كتبت اسمي، حد يقول لي يا عم انت كل شوية تكتب اسمك. اكتب اسمي، تكتب اسمي ليه؟ تست فايس، وبعد كده مثلا اخترت الشكل ده، شكل بالمنظر ده اهو زي ما انتم شايفين. لو دوست على مثلا سند تو باك، رحت كبرت من الناحية التانية، شايفين اللي بيحصل؟ كأن الاسم نفسه بيتحرك معايا اهو، كأن الاسم بيتحرك. انا جبت صورة جيف اهو، دي حاجة بسيطة ممكن اظبطها تاني، اصغر الاسم. انا يعني زغلت بس اهي. تعالوا نجرب كده اهو، كده بقت افضل ولا لا؟ تعالوا نجرب حاجة تاني مع بعض، حاجة لذيذة برضه. افترض انا شلت الخلفية اهو ورحت على انسيرت بيكتشر تست بايس، ورحت اخترت شكل زي ده، هعمل ايه مثلا؟ هروح انا عايز اروح على الكلر وست ترانسبيرنت كلر وادوس على الخلفيه، ايه اللي حصل؟ ده عمل لي تأثير تاني. ما الباوربوينت طلع لذيذ اهو، لذيذ، احسن برنامج ممكن اشتغل عليه اهو، ادي تأثير تاني اهو. ما خدش وقت معايا، ادي هنا برضو، ادي برضو حاجة بسيطة، ادي مثلا حاجة زي دي، ادي انا عايز اشيل الخلفية بتاعتها ازاي. فوق في حاجة اسمها بيكتشر فورمات، وعندي في حاجة اسمها كولر اللون، الاقي في كلمة عند الكلر في حاجة اسمها set transparent color، اللي هو انها يخيل الخلفية لون شفاف، ضغطت عليها ظهر معايا علامة زي القلم كده، اروح اضغط كليك شمال على الخلفية فكده شالها لي. تمام، ناس يقول لي احنا خلاص كده كفاية. لا، هناخد كده حاجات بسيطة بس، هناخد الأول دلوقتي كده ريست، فضل لنا حاجتين يعني برضو ممتعين. هنصمم لعبة بازل مع بعض، وهنصمم لعبة يعني نصمم لعبة تفاعلية مع بعض، وإن شاء الله المحاضرة اللي جاية هنعلمكم يعني نتعلم مع بعض إزاي. لو حابب إن أنا أصمم شكل الواتساب ممكن أعمله على الوورد، ممكن أعمل شكل الواتساب على الوورد بكل سهولة وبكل بساطة. فعشان كده المحاضرة اللي جاية هناخدها شوية
هنشرح هنعمل مراجعة سريعة على برنامج الوورد والبار بوينت والإكسل، وفي بعض اللي هو التأثيرات أو بعض اللي هو الشغل برضو على الوورد والبار والإكسل هنشرحه برضو. تمام، فدلوقتي الساعة 3:35. ماشي، هديكم لحد الساعة 4 إلا 5، رست لحد 4 إلا 5 هندسة، يعني تلت ساعة. عشان ايه؟ انا الجزء اللي جاي ان شاء الله محتاج برضو تركيز معايا اكتر يعني. فرست لحد الساعة 4 إلا 5، ونصلينا العصر واللي عمل له كوباية شاي، وبعد كده نرجع نكمل المتعة بتاعت برنامج الباوربوينت. الباوربوينت بيعمل كل ده؟ اه بيعمل كل ده، وهنعرف مع بعض ان شاء الله. انا برضو في حاجة نسيت، باوربوينت ازاي اعمل ختم، لو عايز اعمل ختم خاص بيا، الختم والشعار، ازاي اعمل ختم والشعار. طيب رست، هنصلي العصر ونرجع نكمل تاني ان شاء الله. هندسة معلش لو هتعبك ممكن تبعت بس لينك الجروب بتاع الواتساب على الشات عشان الباشمهندس يدخل يكمل معانا. تانية أنا هحاول برضو ما أطولش عليكم، هناخد تصميم بسيط مع بعض ازاي أصمم ختم أو شعار ليه، ازاي أصمم ختم. طيب هو الختم أصلا بيكون عبارة عن إيه؟ عبارة عن هوية بصرية أو حاجة هي بتميزني عن غيري. أنا مثلا كمدرب أعمل لي ختم، أنا مش عارف كإيه أعمل لي ختم، أعمل الكلام ده إزاي؟ أروح نعمل ختم بسيط مع بعض، نعمل ختم بسيط مع بعض. أروح على الشيب أو الشكل، أو أروح على إنسيرت إدراج، بعد كده بروح على الشيب، أختار كمثال مثلا الشكل ده اللي هي الدائرة المفرغة من المنتصف. تمام، دي أول خطوة. الخطوة التانية بعمل إيه؟ تعالوا كده نجرب مثلا، أصغر الحجم بتاعها. حلو خالص كده، ده اول جزء انا عملت ده الشكل ده. او ممكن بدل ما انا بختار الشكل اللي انا اخترته، ممكن عادي اختار مثلا دايره وازود السمك فيها، بس يفضل انا بختار الشكل ده اللي هو ايه، بروح على انسرت وبختار اللي هي الدايره الهولو اللي فيها تفريغ من جوه بينها. طيب امسك اللي هو الدائرة اللي هي اللون الأورنج، وابتدي مثلا أصغرها وأقلل شوية، تظهر معايا بالشكل ده. ابتدي مثلا إيه، أحاول أظبطها، عايز أخليها مثلا ألاين المحاذاة في السنتر المنتصف، أخليها في الميدل في الوسط. اه انا هحدد، معرفش نحدد ازاي مع بعض كده. لو جيت عملت مثلا في insert
واخترت لايت، هذا اللاين كبرته، انا عايز اجيبه في المنتصف. فين المنتصف بتاعه ده المتوقع معايا؟ اوتلاين هخليه مثلا مور اوتلاين، لا اخليه داش لاين، داش لاين، داش لاين اللي هي خطوط مفرغة على الداش لاين. لو اخترت مثلا شكل زي ده، كنترول دي، كنترول دي، اعمل له مثلا روتيت، انا كده خليته مثلا في المنتصف. على فكره مش لازم اعمل الخطوط دي، انا مش لازم، انا بقول لك عموما يعني اللي عايز يعملها برضو يعملها، بس انا مش لازم اعملها. كده انا دي اول جزء عملته، تعالوا نجرب مثلا ناخد نسخه تانية منه. النسخه التانية ازاي؟ كنترول دي، كنترول دي، وقلل الحجم، قلل الحجم بتاعه. بس انا الخط عايز خط رفيع، فبروح على الشيب اوتلاين واخليه مثلا الخط الرفيع ده. ازاي اخليه شايفين علامة اللي هي الدائرة اللي باللون الاورنج؟ اقل شوية من دي، احاول ادخلها لجوه شوية. كده دي أول خطوة، وبرضه أنا المتحكم في اللون، أنا لو عايز أغير اللون بغيره، بغير اللون زي ما أنا عايز. إحنا حاليا بنعمل إيه؟ عشان الناس تكون عارفة إن بنعمل خدمة. طيب حلو خالص، ده الجزء الأول. يبقى أنا جبت شيب أو شكل، عملت له حاولت أضم الشكل شوية، تمام؟ هعمل مثلا، هاخد نسخة تانية من ده، النسخة التانية أقلل حجمها عشان أخليها في المنتصف، أقلل تاني الحجم بتاعها وأكبره. شوف أخد اللي هو الدايرة أكبر شوية، أخد برضو منها كنترول دي تاني وأكبر، وأروح أصور أقفلها، أخليها إيه، دي أظبط، أخفف الخط شوية. طيب أظبطها، أحاول أظبطها على قد ما أقدر. مش عايز الخط ده اهو، ولا عايز الخط ده، احنا واخدهم عادي. اروح اجيب تكست بوكس او مربع نص، اروح اكتب مثلا فيه اي حاجة انا عايزها،
كلها بحاول اظبط اهو فيها. طيب هذا الاسم مثلا خليت لونه ازرق، عملت له بولد. في من فوق شيب فورمات وادوس على شيب فورمات. هل انا هدوس على شيب فورمات؟ لا انا مش عايز اعمل اعمل شكل للتكست بوكس، لا انا عايز اعمل شكل للنص بتاعي، فبروح على تكست افكت تأثيرات النص. هلاقي في حاجة من تحت اسمها ترانسفورم اللي هو تدوير، بختار ده اروح اخده مثلا اكبره شويه اروح احطه مثلا احاول اظبط احاول اظبط زي ما انا عايز. اظبطها ازاي؟ اروح على هوم واكبر الخط مثلا اهو، ابتدي اظبط فيها اهو مثلا اظبطها زي اللي اقدر عليها اظبط كبر 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 زي ما انت عايز حاجة تظبط اكتر معاك. صغر شوية اهي من شيب فورمات من هنا انا بحاول اهو بحاول اظبط فيها على قد ما اقدر بحاول اظبطها على قد ما اقدر. هتاخد وقت معايا هتاخد وقت. اظبط اللي فوق اخد كنترول دي من نسخة تانية او مش شرط نسخة تانية، بس المرة دي في التكست افكت هخليها العكس ان انا عايزها من تحت. اروح اكتب مثلا طيب اروح مثلا على انسرت احاول احط صور بسيطة يعني اظبط فيها على قد ما اقدر على قد ما اقدر ابتدي اظبط فيها. تمام هختار مثلا شكل كده بسيط. شوف انا لو عايز اضيف شكل بضيف عادي، لو مش عايز برضو
خليه مثلا هنا، انا متحكم فيها اهي، كنترول دي خليها هنا، كنترول دي خليها مثلا هنا، تمام. وهكتب برضو هاخدها واحدة زي دي واعملها كنترول دي، انا عايزها الناحية التانية، خدها كده واحطها، بس برضو بحاول لسه اظبط فيها. اظبط على قد ما اقدر. المشكلة في دي اهو، كبر حجم الخط، لا ولا خليه كده، كده اظبط فيه على قد ما اقدر. هتظبط معايا؟ اه هتظبط ان شاء الله. اخد دي واحطها مثلا هنا. الناس اللي بتشتغل لأول مرة عليها هتلاقيها ايه في الأول كده، ايه مش مظبوطة، بعد كده تظبط معاك. اه انا يعني اشتغلت عليه كتير قبل كده، كأنه اشتغل معاكم لأول مرة. ده شعار بسيط اهو، ممكن اجي مثلا في المنتصف اروح احط مثلا اي شعار عندي، هذه حاجة بسيطة كده برضو، ايه على قد ما اقدر احاول اظبط الابعاد بتاعت الحروف والميلة بتاعتي. تظبط معايا؟ اه هتظبط. بعد كده تعالوا مثلا نجرب، انت هتطلع بره مثلا اهو، مش عايزك دلوقتي، حاول اظبطها، خلينا ماشيين واحدة واحدة اهو. انت عايز تظبط؟ عايز اظبط دي مثلا، خلينا اهو،
افضل اشتغل لحد ما اظبطها. نفترض ان انا خلاص اكتفيت بده اهو، ادي مثلا شعار بسيط او ختم بسيط، بس طبعا انا بعملها بالطريقه دي. طيب تعالوا مثلا نجرب نعمل شعار، بما اننا عملنا خط تعالوا نجرب نعمل شعار. حلو خالص. هنعمل شعار بسيط مع بعض، اتمنى ان هو يعني مثلا ايه، دايما انا في الشعارات وفي الاختام انا شغلي كله على الشيب، شغلي كله على الاشكال، انا مركز على الاشكال عندي. طيب تعالوا مع بعض كده نبتدي نصمم شعار بسيط. قلنا ايه زي ما انا اتكلمت ان احنا شغلي كله هيبقى على الاشكال. طيب نفترض مثلا رحت على انسرت وعلى شيب واخترت مثلا شكل مثلث، شكل مثلث حلو خالص. أول حاجة أنا اخترت كمثال هذا الشكل، أنا مش لازم على فكرة شكل المثلث، أنا بختار شوف أنا إيه المناسب بالنسبة لي وعلى أساسه بختار. كليك يمين، لو دوست ايديت تكست لأ، ايديت بوينت انا عايز اضيف نقطة. كليك يمين edit point، كليك يمين edit point. نعمل ايه زي شكل القبة من فوق، اعمله ازاي؟ تعالوا كده نجرب مع بعض. نختار، انا اخترت شايفين النقطة اللي من فوق دي، النقطة اللي باللون الأسود، بعد ما دوست كليك يمين واخترت إيديت بوينت في نقطة سودة من فوق، هضغط عليها كليك يمين. شايفين أنا لو جينا اخترنا مثلا ستريت بوينت، إيه اللي حصل؟ شكله اتغير معايا بالمنظر. طيب برضه بظبطه إزاي؟ أنا لسه النقاط موجودة عندي، النقاط دي ممكن ألعب فيها زي ما أنا عايز. ازاي العب فيها زي ما انا عايز؟ يعني لو حبيت ان انا ازود او اقلل من نقطه معينه، تعالوا كده نقف او نضغط كليك يمين على النقطه دي واختار ستريت، ايه اللي حصل؟ طب لو ضغطت كليك يمين ده واخترت مثلا سموث، لا انا مش عايز السموث، ارجعها ادي كليك يمين سموث، اللي هيحصل كليك يمين هنا اختار سموس، تمام. انا واقف على النقطة السوداء، النقطة السوداء، النقطة السوداء. طيب مثلا زودها اهي، كليك يمين واختار السموس، ظهرت معايا بالشكل دي، برضو احرك فيها زي ما انا عايز من هنا.
ادتني شكل بالمنظر ده، خلاص انا عايزها كده، اعمل لها روتيت استدارة، استدارة روت روتيت رايت 90، عايز اعملها استدارة ناحية اليمين بزاوية 90، بزاوية 90. طيب عايز ابتدي برضه اشتغل على النقاط تاني مش عجباني، يا اما ادوس على edit shape وبعد كده بختار edit point، يا اما كليك يمين عليها واختار edit point. ظهر برضه اللي في الجنب دي، النقاط اللي في الجنب دي ممكن اغير فيها زي ما انا عايز. انا عايز النقطة دي مثلا اهو كده، اغير شوية كده هنا لو مش عجباني، انزل بيها تحت شوية اهو، احاول اعمل تقليل الحجم بتاعها واكبر، مش هظبطها ازاي. طيب انا عايز اعمل الشكل ده، احنا قلنا باخد نسخه ازاي، كنترول دي، كنترول دي بيديني نسخه تانية من الشكل، كنترول دي بيديني نسخه تانية من الشكل. ادي اخترت مثلا لون زي اللون الاسود ده، طب عايز نسخة تانية كنترول دي، نسخة تالتة كنترول دي، وهكذا. انا مثلا ضاغط هنا اهو كليك يمين، او هروح على شيف فورمات من اديت، هروح على حاجه اسمها ميرج شيب. رحت ازاي على ميرج شيب من شيف فورمات؟ بعد ما حددت الشكلين، عشان الامر ده يتفعل معايا لازم احدد الشكلين. حددتهم ازاي؟ كليك يمين على الشكل، بعد كده بدوس على كنترول واروح ادوس على الشكل التاني. بس هحاول اصغر دي شوية، انا حددت الشكلين ورحت على شيب فورمات واخترت ميرج شيب، واخترت مثلا حاجة زي كده. طيب حد هنا مفيش مشكلة، بس تقريبا عرفت انا عايز اعمل ايه. شعار اتصالات اتعمل ازاي؟ ما اتعمل بالطريقة دي، بس انا اللون مش عاجبني، انا عايز اخليه ازرق اهو. بعد كده بروح على ايه، بعد ما خلصت انا عايز اعمل له لون تدريجي. شايفين السهم اللي من تحت ده اللي هو عندي الشيب ستايلز، هدوس عليها، لو دوست على جريديانت من ناحية اليمين اختار اللون، هي تعبئة متدرجة. لا انا مش عايز اللون ده، انا عايز مثلا ده، ستة واحد ستة واحد ستة، أنا خليتها بالشكل ده. دون تدريج الدايركشن أو الاتجاه، أنا أغير مثلا الاتجاه بتاعه، فاللي حصل اتغير لتحت، وأنا مش عاجبني الاتجاه ده أغير برضه. انا بختار شكل الاتجاه اللي انا عايزه من الدايركشن. طب انا وصلت ليها ازاي القائمه دي؟ زي ما قلت لكم عشان اوصل لها هلاقي في سهم من تحت كده، هدوس عليه فورمات شيب تظهر معايا القائمه دي. طيب
لو جيت دوست على الإفكت تأثير ظهر معايا اللون والشفافية والحجم والضبابية والزاوية، وهنا الست اختار اللي انا عايزه. اخترت مثلا حاجة زي كده، زودت الضبابية، بزود اهو، بزود زي ما انا عايز الزاوية ماشي، هنا السايز او الحجم ابتدي ازود زي ما انا عايز، عايز اخليها كده اخليها، بس ادي كده شكلها اللي انا وصلت له، بقى الشكل اللي انا وصلت له لحد الان. اجي مثلا الشكل ده عايز اخليه فوق اللي هو الشكل الاسود، بخليه ازاي فوق ايه؟ ان انا بدوس على send to front كده خليهولي فوقي. ليه بعمل كده؟ هنعرف ليه بعمل كده. طيب بحدد الشكلين ازاي؟ انا حددت اول شكل، احدد التاني ان انا ادوس على كنترول واروح احدد الشكل التاني. ليه؟ علشان لما اروح على الشيف فورمات الاقي اللي هو الميرج شيب متفعله. اهو دي اشكال الميرج شيب. اي شكل انا عايزه طالب مثلا انا عايز اخلي اللي ورا مثلا، انا عايز اعمل ايه؟ تعالوا كده مثلا برضو زي ما انا كده فوق، رحت على لازم احدد الاثنين، حددت الاثنين، حددت ده، ده. مش هو اللي عايزه ده، ولا اعمل له روتيت مثلا، اعمل له روتيت اخد الشكل الاسود اللي من تحت، انا عايز اعمل اعمله هدف معين، وبرضه هرجع واقول ان انا اللي بحدد، يعني انا اللي بختار اللي انا عايزه، الشكل اللي انا عايزه ايا كان الشكل ايه، فانا بختار اللي انا عايزه. حددتهم الاثنين، رحت على ميرج شيب، بعد حددتهم ورحت على الميرج، تعالوا مثلا اعمل له روتيت بالشكل ده، عايز اعمل ايه؟ او انا خليته بالشكل ده كبرت، كبر تاني خليته بالشكل اللي انتوا شايفينه. ظبطه زي كده،
بغير لونه، اغير لونه زي ما انا عايز برضه، شوف اللون المناسب ليه. هل اللون ده مناسب؟ ممكن يكون مناسب. لا انا اللون ده مش عاجبني، اخليه لون ازرق عادي زي ما هو، وبروح ادوس على حاجه اسمها شيف فورمات، وادوس على السهم اللي من تحت دي، وبختار الجريديانت. كده ظبطه مثلا اهو، لو عايز اضيف الاتنين دول في جروب بحدد ده وبحدد الشكل اللي من جوه. في حاجه عندي اسمها جروب اللي هو مجموعه، مجموعه علشان لما اجي اتحرك يتحركوا كلهم في حاجه واحده. اهي خليتهم كلهم يتحركوا كانهم جروب. كده بقى اغير زي ما انا عايز، اجيب مثلا في ال اروح على انسرت، وبختار الورد ارت مثلا. انا عايز اكتب كمثال ده يعتبر حاجة بسيطة يعني، أنا ممكن يعني أخترع لوجو غير التاني، إحنا بس الهدف بتاعنا خلاص عرفنا الطريقة إزاي، عرفنا الطريقة اللي أنا بخترع بيها اللوجو إزاي، كلها شيب. كده ظبط بقى التأثيرات بتاعته زي ما أنا عايز. شادو برست اهو مثلا، مش عايز له شادو، ابتدي اظبط زي ما انا عايز فيه. هل هو كده خلص اللوجو؟ اه خلص، يعني لوجو بسيط. طيب تعالوا نعمل لوجو تاني مع بعض، حاجة برضو أسهل. أنا شغلي كله هنا كان على إيه؟ شغلي كله كان على الشيب، على الأشكال، أنا ما اشتغلتش تأثيرات. يعني أدي هنا كان كله على الشيب، هنا نفس القصة شيب، دي صورة متحركة جبتها، ده برضو كان الشيب وكان صور. اما ده الحاجة الوحيدة اشتغلت عليها الترانزيشن، ده اللي انا جبت اللي هو بوكسات او مستطيلات حطيتها ورحت فرغتها من الداخل. طيب تعالوا نعمل لوجو مع بعض تاني كده، لوجو بسيط وسهل يعني بشكل مختلف شوية. تعالوا نجرب مثلا كل واحد يعمل فكرة من عنده. هجيب مثلا الشيب، شكل زي دي، برامج ايه هندسة؟ برامج ايه؟
معلش بس ممكن توضيح، حضرتك بتقول لي اكتب لك كل البرامج اللي هي ايه؟ مش فاهم. هروح على انسرت وبعد كده ادوس على شيب. طلعت الشكل زي دي، هاخد منه نسخة تانية. هذا مسكين عندي اهو، تمام. حاول اظبطها على قد ما اقدر. قلت بحدد الشكلين عشان تفتح معايا اللي هي الميرش، شايفين دي اشكال مختلفة اهو. لو اخترت ده ودوس كنترول دي هعمل لهم روتيت. بس ما اخليش لهم اوت لاين، اخليهم نو اوت لاين. ده نفس القصة، نو اوت لاين. اخلي مثلا اللي من ورا ده لون، واللي من قدام ده لون تاني. خليها مثلا سند تو باك عشان تظبط معايا اهي. اختار مثلا لون زي ده، لون رصاصي. مش شرط اللون اللي انا بعمله، يعني انا ممكن اختار اي لون انا عايزه. ده هنقول منها مثلا، اروح برضو على insert و shape، اختار الشكل اهو، اعمل نسخة من نية. كده انا اخترت اللي هو شكل الدايرة واخدت نسخة تانية من نية. اقعد مثلا اظبطها زي ما انا عايز، بقعد العب في الاشكال اللي عندي لحد ما اظبطها. خد نسخة تالتة منهم، خلي مثلا النسخة التالتة عندي فوق اهي، نعمل لهم تحديد، هنحطهم كلهم. دي كلها أشكال مختلفة زي ما أنت شايفين. بشوف المناسب وبختاره، بشوف المناسب ليا وبختاره. هو المناسب ليا، انا شايف ان انا واحدة من دول مناسبين. وانا في حاجة عاملها غلط، ترجمة
طيب الفكرة نفسها لما اجي احدد، انا حتى كمان لو جيت حددت اللي تحت الاول بعد كده اللي فوق وبعد كده اللي هنا اللي جنبها، اروح على الميرج بيديني اشكال مختلفة اهو. طب تعالوا نجرب نحدد اللي فوق بعد كده اهو ديه، بعد كده نحدد اللي تحت برضه هروح فوق بيديني اشكال مختلفة. هو بيشوفني انا حددت اول واحد فين، انا حددت اللي تحت، حددت ده، حددت ده، رحت اخترت حاجة اسمها السبتراكت فظهرت معايا حاجة بالشكل ده. تمام تمام خالص حلو. خدت نسخة تانية منه، أنا ده مثلا هخليه أروح على الإي دروب، هاخد اللون ده وهخليه برضو نو أوت لاين، وهنا نفس القصة نو أوت لاين وأختار اللون التاني. حلو خالص. تعالوا نجرب مثلا نعمله زي الروتيت كده، نعمله زي الروتيت. أكبر شوية ولا الصغر زي ما أنا حابب. لسه أنا عايز أعمل روتيت كمان، اجي مثلا تحت ده نفس القصة اعمل له روتيت. صغر اه صغر صغرت عملت له روتيت، كبر تاني كده، ظبط زي ما انا عايز. دي كلها تظبيطات خاصة بيا انا، يعني انا اللي ممكن اظبط اشوف انا الشكل المناسب ليا واختار. حددت ده، حددت اللي فوقيه، تعالوا مثلا هنا حددت ده فيه، خليتهم هنا في المنتصف. تمام اروح على انسرت برضو اختار شيب، اختار مثلا شكل بسيط زي ده صغير، اخد نسخة تانية مني برضو خليهم بنفس الالوان، يتروب اختار اللون ده برضو، أشيل الأوت لاين من هنا، بشيل الأوت لاين اللي هي الحدود الخارجية، أجيب ده كده هنا طيب. يعتبر لا يعني قبل ما أنسى، أنا عايز أخليهم الاتنين في جروب واحد، أحدد الاتنين وأدوس على جروب، أحدد الاتنين وأدوس على جروب. أرجع وأقول أنا متحكم في كل حاجة، أنا بختار الأنسب ليا. أدوس على جروب، الاتنين دول برضه أخليهم داخل جروب. طيب أنا كل ده خليتهم داخل جروب، بحيث لما أجي أحرك هيتحركوا مع بعض. وأنا عايز أخليهم كلهم في جروب، حددتهم كلهم اختار جروب او بيتحركوا مع بعض زي ما انتم شايفين، اكبر واصغر زي ما انا عايز، اكبر واصغر زي ما انا عايز. عايز ابتدي اجيب نص بقى، اكتب نص، اروح على insert واختار الوورد ارت واكتب النص اللي انا عايزه. تمام بس الأول أطلع ده فوق شوية، أغير نوع الخط زي ما أنا عايز برضو. بختار درجة نفس اللون إزاي؟ يعني نفترض مثلا، نفترض أنا عندي شيب زي ده،
ومعايا شكل تاني ومعايا شكل تالت، كل واحد بلون غير التاني. طيب انا عايز اللون الاخضر دي اخليه برضو هنا ازاي؟ انا بحدد الاول الشكل وبروح على حاجة اسمها شيف فيل تعبئة، وبختار حاجة اسمها الاي دروب اللي هو بنسميها القطارة، بضغط عليها واروح بحدد اللون اللي عايز اعمل له نسخ، واروح ادوس على الشكل التاني. او انا واقف هنا اهو، انا اسف، يعني انا دلوقتي عايز الشكل ده اخليه باللون الاخضر. ازاي؟ انا حددت الشكل ده اللي عايز اغير لونه، وبروح على حاجه اسمها شيف فيل وبختار اي دروب، واروح احدد اللون اللي عايز انسخه تاني. انا مثلا عايز اغير الشكل ده اخليه بنفس اللون الاخضر اللي تحت، بعمل ايه؟ بروح اول حاجه على الشكل اللي عايز اغير لونه، وبروح بعد كده على شيف فيل وبختار حاجه اسمها الاي دروب، واروح اختار اللون اللي انا عايزه. ابتدي بقى اغير زي ما انا عايز في الخط اللي تحت. تمام، في انواع خطوط تانية، في انواع خطوط تانية. اجي مثلا هنا كمثال، هو عندي اغير لونها، الاتش اجي هنا مثلا اختار رصاصي، نفس القصة اختار نفس اللون، بس انا ايه ارجع اقول انا اللي بختار وانا اللي بعمل كل حاجة اهو. انا اللي بختار وانا اللي بعمل كل حاجة. تعالوا كده مثلا، انا مش عاجبني ان انا احط دبلون والدبلون، شايفها مش لطيفة، لا اغير. ادي لوجو تاني اهو، او شعار تاني، ادي شعار تاني اهو، وادي شعار بسيط اهو. وادي مثلا لو عايز اعمل ختم، مش شرط بالانجليزي، ممكن تغير وتظبط زي ما انت عايز. هنا نفس القصة برضو، ادي اللي هو تصميم الشعر، دي اللي هي المؤثرات، لو عايز اعمل مؤثرات صغر شوية. دي صورة، دي صورة جيف، صورة متحركة، صورة متحركة. أنا كتبت اسمي في بوكس مثلا، تكست بوكس مربع نص، ورحت حطيت فوقيه الصورة المتحركة، وبعد كده عملت لها إرسال للخلف، إرسال للخلف. تمام، اشتغلنا، عملنا الأنيميشن، جزء أنيميشن. تعالوا كده نجرب شغلنا اللي احنا عملناه قبل كده مع بعض. ده جزء انيميشن عملناه قبل كده، تمام. ده برضو هنا انيميشن، الحركات دي كلها احنا اللي عملناها. هنا عملنا العد التنازلي، جينا بعد كده عملنا اللي هو زي اللي هو الانترو مقدمة، جينا عملنا دمج للفيديوهين، عرفنا ازاي ندمج الاتنين، وازاي لو في جزء معين في الفيديو عايز اعمل له تقطيع بعمله، وبيكون يا اما في الاول يا اما في الاخر.
جينا عملنا بعد كده الشخصية الكرتونية اللي عملناها مع بعض، جينا عملنا لعبة شيقة زي كده اهي. تمام، عملنا شكل انفوجرافيك مع بعض، والنهارده كنا اشتغلنا على تأثير الطباشير. تمام، وده لو عايز اقسم الصفحات اللي عندي لعدة صفحات، وعرفنا مع بعض ازاي اعمل الكتاب. عملنا تصميم بسيط مع بعض، تصميم بسيط. عملنا تصميم بسيط. تمام، جينا بعد كده عملنا مؤثر زي المؤثرات دي، وجينا بعد كده عملنا ختم بسيط كده اهو، وجينا عملنا الشعر، عملنا شعرين مع بعض. اولا انا هكتفي بكده النهارده، هيفضل لنا بس جزء بسيط في لعبه البازل واللعبه التفاعليه. تمام، وهنعمل فيه برنامج الوورد، برنامج الوورد هنشتغل برضو شغل عليه. هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل اول حاجه لو عايز اعمل روشتة، لو عايز اعمل تصميم واتساب، لو عايز اعمل اللي هو الفلاير او البروشور بعمله ازاي على الباوربوينت، لو عايز اعمل شهادة. فده كل شغل احنا اشتغلناه على الوورد، هنعيد عليه تاني، ما عنديش اي مشكلة. زائد برضو هنعيد على المعادلات بتاعة الاكسل، معادلات الاكسل كنا اشتغلنا ازاي اعمل جدول حضور وانصراف، وكنا عملنا برضو شغل تاني في الاكسل مع بعض. لو انا شخص اتش ار ازاي اعمل احصائية، وده كله اشتغلناه، وهنعيد على جزء كبير منه ان شاء الله المحاضرة القادمة. لو في نصيب ان احنا ندخل على الاكسس هندخل عليه، لو ما فيش نصيب هنكملها المحاضرة اللي بعدها. هو الاكسس على فكرة برنامج بسيط وسهل، ما فيهوش كل العك اللي احنا كنا بنعمله ده، ما فيهوش كل الشغل اللي احنا بنعمله. الاكسس هو إدارة قواعد البيانات، إدارة قواعد بيانات. كل الفكرة منه ان انا بنشئ قاعدة بيانات، وهنعرف ازاي نوظف قاعدة البيانات اللي عندي. تمام، لو عايز انشئ مثلا تيبل، لو عايز انشئ استماره، لو عايز انشئ كويري استعلام، لو عايز اعمل ريبورت تقرير، لو عايز اشتغل بالماكرو، الحاجات دي كلها هناخدها. تمام، وهندرس برضو المستوى الاول والثاني والثالث، فيه هنوصل لحد جزء الادفانسد فيه ان شاء الله. ومجرد ما خلصت الاكسس، وهتلاقي بعد كده كل برنامج زي ما اتكلمنا هياخد معانا بالكتير من محاضره لمحاضرتين. بعد الاكسس هندخل على الباور بي، هنشرح الباور بي، وهنشرح بعد كده المايكروسوفت تيمز، وهنشرح الشير بوينت والانفو باس والفيزو والبروجكت والبابليشر، هنشرحهم ان شاء الله مع بعض. الاكسل ماشي خلاص، ما فيش مشكلة خالص. اللي عنده اي مشكلة او عنده حاجة عايزها تتشرح، يا ريت يبلغني بيها على الجروب، يا ريت تبلغني بيها. تمام. انا هكتفي بكده النهارده، وان شاء الله باذن الله التاسك هيكون عباره عن ان هتعملوا لي كتاب مفتوح، كتاب زي ديه، والتصميم الثاني هتعملوا لي اعلان، مش شرط اللي انا عملته، كل واحد يعمل اعلان باختياره، وهتعملوا لي تاثير الطباشير. طيب في بونص زيادة، اللي عايز يزود هيعمل لي الأختام، هيعمل لي ختم لي، وهيعمل لي شعار لي. يبقى إن شاء الله بإذن الله هخلي باشمهندس ينزل لكم تاسك. التاسك عبارة عن الناس هتعمل شعار، كل واحد هيعمل شعار خاص بيه زائد ختم، شعار وختم. لو هيعمل إعلان سوشيال ميديا برضو خاص بيه، إعلان سوشيال ميديا خاص بيه. وهتعملوا لي برضو كتاب نبذة مختصرة عنك، نبذة مختصرة عنك. ورابع حاجة هتعمل لي تأثير اللي هي السبورت، ده اللي أنا عايزه يتسلم إن شاء الله خلال الأسبوع ده. أنا كده النهاردة أكتفي بكده، وبعتذر لو طولت عليكم، وبالتوفيق لكم إن شاء الله.
هندسة، أنا كده خلصت محاضرتي. تمام يا باشمهندس، شكرا جزيلا. طبعا انا هنزل الناس رابط الدور دلوقتي ان شاء الله.